بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا. ولا زال الحديث موصولا بنا حول قصة سيدنا إبراهيم في سورة الأنبياء. تعالوا بنا نقرأ الآيات الكريمات البينات المباركات. يقول مولانا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العظيم. بعد الحوار الذي دار بين سيدنا إبراهيم وبين قومه وسألوه: من فعل هذا بآلهتنا؟ قال لهم: اسألوا كبيرهم. فأعدوا نارا عظيمة كبيرة وألقوا فيها سيدنا إبراهيم، فجاء الأمر من الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول مولانا جل وعلا: وأرادوا به كيدا. أرادوا به كيدا لما أرادوا أن يحرقوا إبراهيم. فجعلناهم الأخسرين. يعني إيه الأخسرين؟ يعني خسروا بفعلهم في الدنيا وخسروا بما فعلوه أيضا في الآخرة. يعني خسروا الدنيا والآخرة، لن يفلحوا ولن يربحوا لا في الدنيا ولا في الآخرة. آذوا نبيا من أنبياء الله ورسولا من رسول الله ومن أولي العزم من الرسل، وأرادوا إحراقه واتبعوا أهواءهم وضلوا وأضلوا كثيرا، وفي يوم القيامة يكونون من الخاسرين المخسرين. طيب، ربنا بقى سبحانه وتعالى هينتقل لحاجة تانية. يقول: ونجيناه ولوطا. نجينا إبراهيم ولوطا لفين؟ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وكلمة باركنا فيها دي خلونا نقف معاها وقفة. الله جل وعلا يقول في مقدمة سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في الإسراء يقول باركنا حول المسجد الأقصى، وهنا في الآية يقول: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. طبعا احنا عارفين اللي حصل من قوم لوط، والملائكة جاءوا لإنزال العذاب على قوم لوط، ونجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة سيدنا لوط لم تفعل الفاحشة، وكلمة فخانتاهما أي أنها لم تأتمر بما جاء به لوط، ولكنها عصت أمر لوط وعصت أمر الله جل وعلا. وكذلك امرأة نوح، فخانتاهما، مش الخيانة بالمعنى اللي الناس عارفاه، لا، يعني لما امرأة سيدنا لوط جاءت الملائكة فعلمت إن الملائكة جايين لإنزال العذاب، قالت: واقوماه، فرماها أحد الملائكة بحجر فماتت. ده اللي حصل مع امرأة لوط. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين. الأرض المقصود بها أرض الشام، لأن سيدنا إبراهيم كان في بابل في العراق، فنجاه الله من هذه الأرض إلى الأرض الأخرى اللي هي أرض الأنبياء، أرض الشام. والمسجد الأقصى ثالث المساجد الثلاثة يقع في أرض الشام، وهو مكان فيه بركة. إزاي باركنا حوله؟
هقول لكم بعد الفاصل، خليكم معانا وصلوا على الحبيب. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني، ومولانا جل وعلا يقول في سورة الأنبياء: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نجينا سيدنا إبراهيم ومعاه سيدنا لوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، اللي هي أرض الشام. فغادر قومه وبلده بابل في العراق، وبعدين توجه إلى الشام. وفي آية تانية عن سيدنا لوط: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهذه الأرض اختارها الله مهاجرا لخليله إبراهيم. سيدنا إبراهيم جاء إلى مصر، وستنا سارة جاءت إلى مصر، وسيدنا يوسف وسيدنا يعقوب جاءوا إلى مصر، وسيدنا إبراهيم مشى في أرض سيناء، وذهب سيدنا إبراهيم إلى أرض الشام، وعاش عند المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى مسجد مبارك، الصلاة فيه 500 صلاة. أسأل الله أن يحرره من أيدي اليهود الغاشمين الغاصبين، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يمتن بعد ذلك على سيدنا إبراهيم ويقول: ووهبنا له إسحاق. لغاية كده جملة: ووهبنا له إسحاق. سيدنا إبراهيم قلت لكم قبل كده هو رزق بإسماعيل. بعض الناس بيظن إن إسحاق أكبر من إسماعيل، لا العكس، رزق بإسماعيل وعمره 99 سنة، ورزق بإسحاق وعمره 117 سنة. يعني كان إسماعيل شاب راجل كبير، وسيدنا إبراهيم رزق من السيدة سارة بسيدنا إسحاق وهو عنده 117 سنة، فرق بينهم 18 سنة. ووهبنا له إسحاق، شوف بقى الجملة اللي جاية: ويعقوب نافلة. هو في الآية فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أنا عايزك تفهم معنى الوقف والابتداء في القرآن. ووهبنا له إسحاق، رزق بإسحاق في هذا السن الكبير، ويعقوب نافلة. ادينا له يعقوب من نسل إسحاق زيادة على ما وعدناه به، أدى المعنى. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. الاثنين بقوا أئمة مهتدين مهديين يدعون الناس إلى عبادة الله جل وعلا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني يقتدى بهم ويدعون الناس إلى عبادة الواحد الأحد. وأوحينا إليهم عن طريق الوحي بقى، لأن سيدنا إسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا إسماعيل أنبياء وليسوا برسل. ليه؟ لأن الرسول سيدنا إبراهيم أوحى الله إليه بالصحف شرع جديد وأمره بتبليغ. طب إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأصباط، كل هؤلاء أنبياء بلغوا الناس ما جاء به سيدنا إبراهيم اللي هو نزلت عليه الصحف. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ده من باب عطف الخاص على العام. وكانوا لنا عابدين، أي فاعلين لما يأمرون الناس به، يعني يقولون ويفعلون، مش بيقولوا بس، لا يقولوا ويفعلوا. هذا ملخص يسير، وهذه 4 حلقات تمت في هذه الآيات من أول قول الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. هذه قصة سيدنا إبراهيم في سورة الأنبياء. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم أنوار القرآن وأسرار القرآن وفهم القرآن، وأن يجلي لنا ما أغمض فهمه علينا، وأن يفهمنا دقائق التنزيل وأسرار التأويل. اللهم آمين يا رب العالمين. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.
بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم آمين. ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه: هل يزول الذنب إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ وماذا يفعل من زنى وأراد التوبة؟ فأقول: وبالله التوفيق، ومنه العون والمدد والسداد والرشد. إذا زنى الرجل أو زنت المرأة وتاب وأناب إلى الله فالله يتوب على من تاب. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا في أوصاف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من تاب تاب الله عليه. يا من عصى ثم اعتدى ثم اقترف ثم اهتدى ثم ارتوى ثم اعترف أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وحط كده ما بين قوسين: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب، هل الذنب يزول إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ موضوع زوال الذنب ده لا يعلمه إلا الله، إلا أن الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وليس شرطا أن يتزوج الزاني ممن زنى بها، ولكن إذا تمكن من هذا فهذا أمر حسن وطيب. ليه؟ لأن المروءة تقتضي منه بعد توبته وتوبتها أن يتزوج بهذه التي زنى بها، دي من المروءة، إن فعلها فأمر حسن وطيب. طب إن لم يفعل وكان هو متزوج وهي متزوجة يتوبا إلى الله ويسترا على أنفسهما ولا يعودا إلى الذنب مرة ثانية. والله أنا تأتيني أسئلة يشيب لها الولدان، هذه الأسئلة مما عمت به البلوى في زماننا، وغالب أسئلة الزنا تكون بسبب الاختلاط. الاختلاط يفسخ كل رباط. فخذوا بالكم أيها الرجل الذي تستحل حرمات البيوت وتزني بالنساء، إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. ورحم الله الإمام الشافعي إذ يقول: عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، من زنى يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. نسأل الله جل وعلا أن يتوب على من تاب، وأن يسترنا وإياكم، وأن يصرف عنا هذه الذنوب وهذه الأوزار وتلك الآثام، وأن يستعملنا فيما يرضيه عنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.